الصعوبات في البداية اللي واجهتها أنه أول شيء التخصص أساساً ثقيل، وبالإضافة إلى أنه كان في خوف من نظرة المجتمع، هل المجتمع يعني بيتقبل ولا ما بيتقبل. مع الوقت خصوصاً أنه كل ما تشرح لهم أكثر إيش هو الميكانيك، إيش طبيعة التخصص، يعرفوا أكثر عن الأمر، يعني يصبحوا من المؤيدين. هذا الأمر يحتاج فقط، أنا بنظري بعتقد أنه يحتاج وقت. هذا الشيء قد ينعكس إيجابا على تطور العملية الصيانة للسيارات، خاصة فيما يتعلق بقطاع المرأة والنساء، فقد تذهب المرأة تصون سيارتها بنفسها، لا يوجد ماش داعي تستعين بشخص من خارج أو شيء، وحيكون لغة التخاطب تكون أسهل وأقرب عندما تكون المرأة مع المرأة.